أول مسألة معانا، أول مسألة معانا في شابتر 3، هي مسألة very simple في الحقيقة. أول مسألة طالب مني إن أنا أحول الـ binary number 101110 of base 2، طالب مني إن أنا أحوله لـ base 10. الأكشن المسألة very simple، كل المفروض أعمله أول step أبتدي أعمل enumeration، أبتدي أعمل numbering للـ binary string ديت from right to left، from the most from the least significant bit to the most significant bit. 1 2 3 4 5. تاني step المفروض أعملها هي إن أنا أضرب كل رقم من دول في 2 أس البوزيشن بتاعه. فالمفروضة دي هتبقى 1 في 2 أس 5 زائد 0 في 2 أس 4 زائد 1 في 2 أس 3 زائد 1 في 2 أس 2 زائد 1 في 2 أس 1 زائد 0 في 2 أس 0. المفروض ده يطلع لي في الآخر 32. 2 أس 4 دي هتبقى 16 في 0 هتبقى 0 زائد 2 أس 3 ب8 زائد 2 أس 2 ب4 2 أدي 1 وده 0. المفروض هيطلع لك في الآخر 46. فالمفروض الباينري سترينج ديت هتبقى بالديسيمال 64. بالنسبة للمسألة التانية في نفس السؤال، طالب من سيادتك انك تحول الباينري سترينج ديت، يعني هي طويلة شوية، 1 1 0 1 1 0 1 0 0، سيادتك تحولها للإكويفالنت ديسيمال فاليو. فزي ما خدنا أول حاجة هعملها نبتدي أرقم from the most significant bit from the least significant bit to the most significant bit. فدي 1 في 2 أس 8 وابتدي اضرب كل binary value اضربها في 2 of power البوزيشن بتاع الايه البيت ديت. فتبقى 2 أس 8 زائد 1 في 2 أس 7 زائد 0 في 2 أس 6 زائد 1 في 2 أس 5 زائد 1 في 2 أس 4 زائد، انا هكروت الاصفار ديت، فالمفروض في الاخر 1 في 2 أس 2 كان المفروض يطلع لك في الاخر 2 أس 8 256 زائد 128 2 أس 7 زائد 32 2 أس 5 زائد 16 زائد 4 12 4. فكان ده المفروض يطلع لك في الاخر ماشي، المفروض هتطلع في الاخر 436. فالسترينج ديت الايكويفالنت ديسيمال فاليو هي 436.